يا جماعة، يمكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها الآن في السودان، كل واحد بيتمنى يكون هو ضاحك، يكون هو دائما مبتسم، لكن الشغل الشاغل دائما لدى كل الناس. الواحد بيصحى من النوم همه كيس العيش. صحيح، والله ما كده يا توسل، بعد ذاك الصف ساعة ساعتين 3 ساعات، فأول ما خلاص إنه الخباز أعطيك كيس العيش بترفع فوق بتكبر وبتهلل. نعم، ممكن يا محمد العيش يقطع فيك، تكون بعد الساعتين يا 3 ساعات والله لحظة صعبة جدا يقطع فيك والكهرباء تقطع، يعني يقول لك الماكينة توقفت جراء انقطاع الكهرباء. لكن في مناظر حزينة، معاناة حقيقي ما طبيعي، وفي معاناة أكبر من كده بكثير. تواصل مع كل مشاهدينا. حتى الساعات الأولى من الصباح نساء كبيرات في السن يمكن يفترشن الثياب في انتظار صف وأخذ بعض من قطع الخبز أو العيش، هذا في السودان. حتى الساعات الأولى من الصباح نساء كبيرات في السن ورجال شيوخ. صحيح. ربنا إن شاء الله دائما يكون في عون الشعب السوداني كله، لكن كيس العيش أصبح من النوادر جدا في السودان للأسف. نتابع. رغم أنه هو يعني أبسط متطلباتنا بالضبط. المعيشية. صحيح. الضرورية المفترض ما نحلم بأنه نحن نتحصل على كيس عيش أو نفرح بأنه اليوم الكهرباء ما قطعت. نحن بقينا ما بنفرح، يعني عارف يا محمد الكهرباء لما تقطع بنزعل انه هي ليه ما قطعت في مواعيدها، وحتى لما ننام وصلنا مرحله بعيده تحت الوساده في كيس العيش بالتاكيد. الحمد لله، الله يكون في عوننا ان شاء الله وعون الجميع. يوميات كيس عيش انا وزميله توسل نتابعها، ويمكن من يمثلون يكونون في هذا المشهد الدرامي حيكونوا معنا ايضا داخل الاستوديو. نتابع ولا نعود اكيد مشاهدينا. انا ايش انت خلاص يا الناس ما تقف لنا صفوف، يلا دي اخر طاوله والناس تمشي بعد. الناس تمشي بعد. امشي عادي، والله ايش انت عادي بعد. امشي والله. امشي تمشي خلاص. الو يا شباب، الدولة اخر 20 عيشة، في واحد شال 10 عيشات، ركزوا فيه وتحركوا عليه سريعة. الحمد لله ما شافوا العيشة دي. والله دي مشكلة. أنا تخيلت إنه داير يطلع جوال عشان يتصل بجهة إسعاف علشان تسعف وحتى واحد. ما صدق إنه لقى عيشة في جيبه يعني. والله. حقيقي إنه الخبز يا محمد بقى محور اهتمامنا بصورة ما طبيعية. بالضبط، لأنه أصبح هو الآن شغل شاغل لدى كثير من الناس، مشهد درامي صراحة. هو بيخلي زول يبتسم بيسعد صحيح، لكن من المشاهد، لكن هو حزين في آن واحد يدمي له القلب. والله هذا الشيء يحدث في السودان يعني. آخر يعني ما إنه نتوصل له ونصل مرحلة نعمل دراما مصغرة عن الخبز، وهي واحدة من الحاجات الأساسية والرئيسية للحياة بشكل مضحك يعني. هو صراحة محزين ومضحك. إن شاء الله كمان الأكل الخبز معنا، واللي أيضا كمان أطلق عليه النار هو معنا الآن داخل الاستوديو، وكنت أتمنى في الخارج في
في الكنترول يفتشوه يعني إذا كان شايل معه نفس المسدس ولا لا حتى ننعم بسلامتنا، لكن صراحة لا نحمل كيس خبز يعني. معكم مشاهدينا، معنا محمد هارون ممثل وكاتب سيناريو مؤسس مجموعة ضحكة سودانية. نتمنى كل الناس دائما بتضحك وتبتسم وتسعد. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. طبعا نحن بجد مبسوطين لاستضافة قناة النيل الهلال. أهلا وسهلا على مجموعة ضحكة سودانية، ونرحب بك أستاذ محمد وأستاذة توسل. توسل مرحبا. بجد نحن مبسوطين ومرحب بالكاست، نرحب بالكاست قناة الهلال. مرحب بكم والله العظيم. مرحب بك يا محمد، وترحب يمتد بك النور الدليل ممثل ومونتاج. اهلا بك. الله يخليك، تسلم كثير. وبشكر استاذ محمد ولا يا اهلا وسهلا جروب العامل على حضره المساء الليله، ومشكورين شديد انه الليله استضفتونا، وان شاء الله أن نكون اطلاله جميله على المشاهدين وعلى الناس المتابعانا، وان شاء الله يكون يوم ظريف. ما تكون شايل معك مسدس كمان؟ لا عيش. إن شاء الله. عيش يا محمد، ليه ما جبتوا عيش معك؟ صوف يومين يعني، صوف يومين معاني شديد. طبعا إحنا الوقت داك ذاته أصلا يعني معانينا ذاته، لما جينا صورنا إنه بالعيد عانينا ذاته ما جينا عشان نجيب الكيس ده، عشان نجيب كيس العيد أصلا كان ما في عيش. طبعا ناشف، عيش ناشف يعني، ما أوركم الكيس وإنه شايل عيش مبسوط. ما في كان يعني، إحنا العيد لما جينا أصلا كان الفكرة ذاتها هي ذاتها أصلاً تحسبيها ذا الواقع الحاصل، الحاجة الحاصلة ما كان في عيش، كان في مشكلة ذاتها معانا ذاتها في الموضوع ده. عشان كده حاولنا يعني نطبقها بطريقة ظريفة كده وطريقة كوميدية يعني. طيب محمد النور، حنمشي لكثير من التفاصيل في العمل الدرامي والمشهد اللي أنتوا جسدتوه من خلال فيديو. هل أنت المجال ده دخلته أول حاجة عن طريق مثلاً موهبة، ولا بعض من الشباب، خليني أقول بعض من الممثلين، أنك أنت مشيت معهم وبقيت ممثل في هذا العمل الدرامي؟ طيب إحنا طبعا كان موهبة حبا للحاجة دي. إحنا لما قمنا كنا مجموعة عادية في خارج داخل الحي، كنا بنتابع السينما كتير، والحاجة دي حبيتها شخصيا يعني. أول حاجة اللي كان أصحابي كنا قلت لهم يا أخي بتيجي مواقف كده مضحكة، قلنا طيب إحنا مواقف المضحكة دي إحنا بدل ما كن بيناتنا كان حاول نصورها بيناتنا، سواء نقعد نضحك في نفسنا تمام. المهم هم قالوا ما عنده مشكلة، وأنا طبعا بديت من أصحابي اثنين، واحد اسمه كان محمد إسماعيل وفريد، بنصور الحاجة اللي عجبتنا وبنزلها طبعا في الفيس. نحنا كنا قديمين جدا في المجال ده، من 2013 بدينا في الحاجة دي. طبعا الناس بقت تتجاوب معانا، وكان في انتقادات في البداية، كان في انتقادات كثيرة، هم ما وصلوا معايا الشغل ده، فاضطريت قلت أشوف ناس حاولوا يشتغلوا معاي يكونوا راغبين الشغل ده. طبعا لقيت الأستاذ نور الدليل في المجال ده، وكان يشتغل معايا حاجة كمونتاج وإخراج، كان خارج الكاميرا، فحب الشغل معاي وحمسته في الشغل ده، فقال خلاص ما مشكلة أنا انضم لك وحاول أساعدك. لحد ما جاء الأستاذ وضاح المصور، هو معرف حتى 3 سنوات معانا، لكن هو أخو بجد قبل ما يكون صديق في الميديا وكلام زي ده. وهم حتى الآن إحنا شغالين في المجال ده حبا لنا يعني، الناس حبت شغلنا، فحبينا نستمر في الحاجة دي ونجيب حاجات يعني وحاصلة في البلد بطريقة كوميدية أو تراجيدية. أيوة نحكس الشغل ده بالتأكيد. وحقيقي إنه انتشاركم يعني من داخل مواقع التواصل الاجتماعي هو ساعد في وجودكم، وهي حاليا نمبر 1 يعني في إيه ما شاء الله. أيوة موفقين يا رب دائما. برضو يمكن النور الدليل، نفس السؤال اللي هو لمحمد، أنت في مجال الإخراج والمونتاج ودخلت عالم التمثيل بنفسك يعني، بقيت أنه 3 صنايع والحزمة ضايع، خليني أقول كيف دخلت هذا المجال؟ والله طبعا هو في الأول الموضوع بيجيك على شكل هواية طبعا، والشباب برضو بساعد يعني في الموضوع ده، أنه الحياة دي بتكون موجودة عندك لكن شنو ما قاعدة تبرزها، أو بطريقة يعني دار ناس تساعدك على الموضوع ده، فشنوش اتضمت للمجموعة الجميلة دي، وإن شاء الله قدمنا حياة سمحة كده، ولقينا تجاوب والناس تجاوبت معانا، ويعني الموضوع استمر، والناس شنو بقيت تديه جزء من الزمن بتاعي يعني. مثلا حتى لو انت شغال او بتدرس بتوقف تقدر توفر له حاجة، عشان تقدر توفر للموضوع ده زمن عشان تقدر تقدم للناس يعني. فالناس هنا تجاوبت في المواضيع دي، وكان في يعني في دافع كويس انه هنا نقدر نستمر ونقدر نوفر له حاجة من يعني من الزمن ذاته بتاع الشغل.
بالتأكيد. محمد هم عندهم عمل ثاني جديد برضو. ايه؟ مازن قال نتابعه من الكنترول ونرجع ثاني. تقريبا قال اسمه شواف. ايوه ايه شواف. أيوة. اني ارى من ضحكوا شكلهم مخبين غايه شواف ده فيه. طيب التسميه ده الاسم جات من وين؟ العمل جميل جدا يا محمد طيب ما شاء الله. والله انا لو وقعنا في حال شواف دي مصيبه. هي طبعا قصه ممكن تقول هي خياليه تمام. يعني جات من مثل اتكل على الحيطه ما هنا ما اتكل على زول. ايوه تمام. يترجم المثل في الواقع. في الواقع ايوه. هو ممكن يتكلم لكم في الفكره دي لانه هو اجاب لنا في جانب الاخراج. ايوه طيب شواف والله ما عجبتني بصراحه لكن حاسرك السؤال. يعني زي ما قال امنه المثل بيقول امنه زي زول اللي يتكي على حيطه مبيله. خليني اقول انت وقعتها بالمره شنو اللي حاصل وكيف جاتك الفكره علشان تقدر تعمل مثل هذا عمل؟ هي الموضوع في الاول طبعا على شكل نكته. فنحن حابين ان نطبق الحته دي ووظفنا فيه كان عدلنا فيه ووظفنا فيه يعني قال يقول صاحبنا ده انه ما تتكل على حيطه مايله طبعا هو اشتهر بها في الحي. اي واحد طبعا اسمه النور ده بقى ما في شواف شواف شواف, شواف. قلنا اليوم اللي بيجي يعني انا واحد من اصحابي اليوم اللي بيجي يعني اتكل يعني اجي تساعدني انت ما بيجي حتى لو جيتك في الواقع ما بيجيك. بعد اللي حصل في الفيديو ده ما بيجيك انا قلت له شواف اتخاذل لكن ايوه هسه حتى حاجته في البيت بقول له يا نور انا والله بعد اللي شفته ده يعني ما اعتمد عليك ثاني لانه حصل فضحت نفسك. طيب شواف انت ككاتب بتاع سيناريو كيف بتختار مواضيعك بناء على شنو؟ في الاول طبعا المواضيع دي مرات بتنطبق في الحياه اليوميه يعني مثلا تكون حاجه حاصله يعني حاجه شفتها قدامك تحاول قدر الامكان انها تصير للناس وتحاول تقدر منها قدر الامكان يكون فيها قبول. يعني مثلا برضو في طرائف يعني مثلا الشباب الناس اللي قاعدين معهم في الحي في ناس طراف في ناس يعني بطبيعتهم انه ناس ظريفين في ناس نكته. في مواضيع يعني افكار او حاجات بتتكتب بتكون عادية حاصلة. يعني في افكار كثيرة بتكون احنا كتبناها وعملناها بتكون حاصلة جد من الواقع. من الواقع طبعا. تمام. طيب محمد هارون هل عملية الامتاج لمثل هذه أعمال درامية هل مثلا بتحتاج طبعا لكاميرات تصوير؟ هل بصور بموبايلاتكم مثلا ولا انه بكاميرات؟ لانه هذا شيء بيحتاج لبزنس او خلينا نقول كاشوات مني في عملية الانتاج نفسها. كيف بيتم التصوير؟ عندكم كاميرات ولا جوالات؟ طيب نحن زي ما قلت لك في الاول احنا كنا بنشتغل بتليفونات عادي لحد ما جاء استاذ وضح هو المجال ده قاريه وقراه يعني مصور لحد ما جاء هو انضم لنا المجموعه كان بيشتغل بكاميرا عاديه جدا كاميرا يعني ما جوده ما عاليه لحد ما الحمد لله بشغله توفق قدر يجيب كاميرا عاليه الجوده وبقينا نشتغل بالكاميرات جودة عالية وكده يعني. يعني حتى بواجهنا صعوبات في الحاجة دي مرات كان في التصوير قبل ما جينا الأستاذ وضح إحنا ذاته يعني بدون مقاطعة محمد في الأول كان يعني ما مدينا الموضوع حقه يعني كان مجرد يعني شكل شنو إنه حابين إحنا الموضوع ده من مسفل من صور ومن عمل لكن قدر الإمكان قدرنا نوفر يعني من يعني داخلنا إحنا أو شغلنا إحنا قدرنا نوفر يعني تصوير سماعات مايكات لانه الشغله الموضوع بيقى فيه قبول بيقى فيه متابعه بيقى فيه الناس يعني بتنتقد يعني صحيح. عملوا كده سووا كده الحياه دي غلط الحياه دي يعني لابد تعملوا كده عدلوا كده قدرنا نوفر يعني ان شاء الله وقدر الامكان بنحاول نجتهد ونجيب حاجه يعني تلقى رواي وتلقى يعني بتعمل مجازفات علشان تقدر تطلع عمل زي ده اكيد طبعا اكيد وانا سالتكم عشان في عمل اسمه مجازفات لكم صحيح مجازفات طويله قصة طويلة قال لك يا محمد شكله تعبتوا فيها شديد يا محمد طبعا مجازفات في الأول ده كان ده حصلت له الموضوع ده بداية الفكرة إنه مجازفات دي شافة نحن كطوالي حاولنا نطبقها طوالي لكن بطريقتنا نحن طيب نحن خلونا نقول خلونا نتفاجأ عشان قبل ما نشرح الفكرة نفسها نتابع أنا وتواصلوا معكم مشاهدينا مجازفات لمحمد والنور وعليها تعليق كيف تم تصوير وإنتاج هذا العمل
في الفريق كده. يا اخي انت عارف مالك؟ انا والله قايله ميت. قايله ميت شنو؟ لكن انت عارف انا اول مره اشوف لي كليب بسوق. طولت عادين منه هنا. ده من الجيل الفات. جيل الالفيات القديمه. ايوه باشا شخصيته قويه الكليب ده. والله العظيم. اسمع انت عضك الكليب ده؟ لا لا انت. لا لا الحمد لله. الحمد لله قدر اللطف يا صاحبي. كيف تتصل عليه وضحت تتصل عليه؟ وضحت والله كرهنا ذاته يا رغم كم يا اخي تلفوني ده غيرته اتمسح مني يا. سجل 09 09 اها بس خلاص وشنو الخلاص؟ برد لك طوالي ايوه هاي هنقص التليفون اتصل فيه واتصل فيه هو ايش يعمل بامكانها ما التليفون يتسرق يا استاذ لا مش يتسرق حنعمل شنو مثلا حنخليه اروح يا نجري وراهم اروح اجيب التليفون لا اله الا الله والله معقوله يا اخي يا اخي اسبوع كامل نفتش في الحراميه ديل والله الحرامي ده شفته انا قاعد شفته في وشي كده شفته طوالي الله انا ما حسيت بكره عيب بكره عيب قاعد لا اله الا الله جاني اه يا اخي دقيقة هاي ليش لا انت قلاب ولا شنو؟ قلاب بتاع من يا اخي ده الرملة عادي ما في الدش ابيع تليفوني ده اسمع كلامي والله عشان كده انا غيرت رايي والله تليفوني ما دايره هو تليفون شنو هو تليفوني انا تليفون شنو انت ما دايره أيوة تليفوني انا نصب خشبي واتساب وفيس مشاركني معه حتمشي منى وين؟ حتمشي منى وين؟ هتمشي مني وين يا سما يا غبي؟ انت قاعد دي؟ والله ركز انت شكله كده ده تجاري وين؟ ده داري من زول قروش وشكله كده رايح منه انساه والله انساه التليفون انساه كيف؟ يا اخي شكله مين يا اخي؟ طافية غبي مع تعويدة ها؟ شغلة تعويدة شنو؟ قوم قوم ها؟ لا ما قايم قوم يا أخ والله أنا تلفوني سرق تلفوني سرق والله العظيم جابكم بيجا شنو؟ والله تلفوني سرق ما عارفين الشارع ده كله نصابين وحراميين ونشالين قال لك نصابين ما قال لك مختصين معلش شكلك ود ناس أي والله وهنا شديد ما ظاهر عليك لكن انا دار اقول لكم حاجه انا حوصف لكم بيت الحرامي يا سلام هاي لكن ما توسخوا سمعتي والله الحرامي ده شفت خلوا لي انا ما شفت الحرامي ده انا ليله بفنش لكم الحرامي ده بس التليفون ده انا ما بخليه اهم شيء حقي برا بيديك حقك اي شيء شفته من الدار من الدكلة بس انا عارف البيت ده وين شايفين الشارع ده الشارع ده طوالي مش هاي هاي امشوا كده وين كده بجاي مين الساحة تدعيبوني معاكم ما عليش نحن أسفين أسفين والله تمام حصلتوا في شارعين تمشوا كذا مش كذا حوتة ولا شنو كذا هي هاي هتلقوا باب خزع بلالي ده لون جديد ده لون شنو ما عارف بعد تلقوا الباب تلقوا الزول ده هناك حتى الزول ده لابد ان اشكره صح؟ اما هو دار قروش اصلا يا القروش يا قروش قروش يا انا اخي نصطي انا اصلا افارط يا اسمع كلام قروشي؟ تلفوني؟ واضح ذا البيت بيت الحرام يا معلم هاي الحنك شنو؟ لا الحنك ده شفتها فرده ندق الباب ندق الباب انت تغمد لي عيونه وانا امسك لك كرعين عشان اقول لك ليه غمد عيونه حتى عوير ما حيعضيك عضيك انت قالوا الكلب الجبيل ده ما انسان عادي دق الباب بس لا دق انت اخوي لا دق انت لا دق انت بس اقول لك حاجه حجر ورقه مقص حجر ورقه مقص حجر ورقه مقص شكلنا حندق الاثنين واضح حندق الباب الاثنين راح
زول التليفون ده انا وريتك عندك 60 تعال جيلو ما عندك 60 في غيرك ناس كتار. اسمع انت جاي هنا شنو؟ مالكم انتوا في شنو كمان؟ تليفون الزول ده انت مالك في شنو؟ لا لا بس بس كنت عايز اقول لك بس انك بس نسيت السماعة. حقيقي مبدعين والله. مجازفات. هي من الواقع على فكرة انه هذا الشيء موجود عندنا في الواقع. ساعة طويلة. طيب أخطر الشبكة يا محمد حاليا. ومشهورين جدا كمان. أنت يا محمد تعرضوا لك قبل كده. أنا كان عندي في كبر المشيع عملية صوت صحيح. فبالتالي أنا بشاهد فيكم. أنا رجعت لي بمشهد قبل سنة نفس السيناريو على فكرة. سواطير وسكاكين بس اختلاف الأشكال نوعا ما لكن بيعطيك الملامح يا محب يا دليل. ملمح. مثال بعد الحلقة حامل معك مفاوضات شكله كده جاي مني هنا انت. مجازفات صراحة واحدة من أخطر الأعمال اللي قاموا بيها. تحت الهواء يا محمد النور ده قال كلام حلو جدا يعني نحن مندمجين وبنضحك قال لنا بالمناسبة الكلام ده كله ارتجال منا صحيح يعني ما شاء الله عليكم الله عليك. طبعا نحن عندنا دائما لما نجي نصور بنحاول نتفق على الموضوع طبعا ده بيحاول يكتب السيناريو بيحاول يرتب ينظم يعني باله طويل اكثر واحد فينا انه باله طويل في المواضيع دي فشنو اللي بنكون شايلين الكراس معانا تمام لما نجي نصور بنرجع الكراس على جنبه وبنشتغل ارتجالي ارتجالي ارتجالي. طيب يا نور الممثلين الكبار في اتحاد اذا كان للدراما اذا كان للممثلين السودانيين خلاف ذلك فعندهم نظر لكم انتم شوهتوا صوره الدراما انتوا كشباب كناشطين على السوشيال ميديا بانتاجكم باخراجكم بكثير من الاعمال الدراميه نظرتهم ليكم انتوا كشباب شوهتوا صوره الدراما فشنو ردك؟ طبعا اي واحد بيكون عنده راي تمام هم اي هم جيل بيكون يشتغلوا حاجه هم هي مناسبه معاهم تمام احنا ما بنقول احنا شوهنا احنا ما شوهنا احنا بنحاول بقدر الامكان نجسد نجسد الحاجه الواقع بجد يعني بنطلعها جد بنجيب حاجة هي أصلاً موجودة في تمثيل لأشياء بيقولون هي خادشة للحياة خليني صح. أقول أنا في دي معك أنا أتفق معك إنه في بعض أنا أكون صريح في بعض الممثلين نكون واضحين بيجيبوا بعض البنات الموديل عشان يعرضوا يقولوا نحن ممثلين هو تمثيل يعني ما عرض موهبة بقدر ما انه موهبة تقدم الحاجة من الداخل يعني. حتى جواه تكون رسالة مش حكاية في شكل رسالة ايوه لكن انت من اللي تجيب حاجة تجيب مثلا ايوه هو ما غلط ان البنت تيجي تمثل لكن تيجي طريقة حاجة تتعرض للشعب السوداني حاجة واضحة يعني ما حاجة تكون تخدش زي ما قلت انت فنحن نقول انه في بعض الحاجات الخادشة تشويها حاجة بطريقة لكن في مشوهة وفي شغل حاجة خفيفة في شغل حلو طيب والله كتر خيركم كنا عاوزين الزمن يكون اكثر لانه في بعض المحاور ما طرحناها عليكم اذا كان على محمد ولا النور محمد هارون ممثل وكاتب السيناريو مؤسس مجموعه الضحكه السودانيه ان شاء الله دائما الضحكه تكون عليك الله يخليك تسلم ان شاء الله باذن الله ربنا يقدرنا نحاول بامكاننا نضحك ان شاء الله ونوصل الرسائل بيد الامكان ان شاء الله بالتاكيد النور الدليل ممثل ومونتاج سعدنا بك جدا والله انا كمان سعيد بكم اكثر استاذ توصل استاذ محمد الله يخليكم وححاول اطول شويه بس عشان في ناس يعني الشباب اللي معانا والمجموعه اللي معانا انه نحن ما قدرنا يعني شنو انه كله نكون موجودين نعم فبشكر من هنا كل الناس اللي دعمانا والناس اللي متابعانا واللي دائما واقفه معانا منه ناصر صبري محمد اقول باللقب محمد كريس الحارس حمزة الهادي الشيخ مدسر أحمد مدسر محمد سوري مدسر حمزة ومعليش لو ما ذكرت زول في برضو دتتر طبعا معظم الشخصيات اللي كانت معنا منذر شقنا جدو بابكر بنقى معليش ومعليش لو ما ذكرت زول يعني ولا همك ان شاء الله دائما لنا معكم لقاءات اكثر ان شاء الله يعني إيه؟ عبرنا كل التحايا توصل لهم يستحقوا الشكر للاعمال الجميله اللي جسدتوها رغم الظروف ايوه رغم الظروف
رغم الظروف يعني الحاصلة، وهو فيديو ليوم جديد كمان صحيح برضو اسمه رغم الظروف، نتابعه.